بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حلقتنا عن تفسير حلم سكرات الموت للحي في المنام تفسير حلم سكرات الموت للحي بيدل المعنى هنا على ان هذا الحلم انذار من الله عز وجل في ان الحالم يتوقف عن ارتكاب بعض الذنوب في الحياه التي يقوم بفعلها طب لو راى الحالم كان شخص تاني هو اللي بيشاهده بسكرات الموت وبيكون شخص عزيز عليه وكان الحالم ده بيخلصه من سكرات الموت هنا بيدل على في ذنب كبير بيقوم بفعله هذا الشخص وان الحالم هو اللي هيساعده ان هو يتخلص من هذا الذنب